لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. برحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل. حلقتنا النهاردة معركة أين الله 40، وما زلنا مستمرين في نقل وقائع وأحداث معركة أين الله. وعنوان حلقتنا رسول الإسلام أم بوذا. زي ما شرحنا ووضحنا في الحلقات اللي فاتت إن معركة أين الله اللي كانت على مدار 1000 سنة بين الأشاعرة وبين غلاة الحنابلة، واللي المفروض إن الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يكون في المعركة دي مع إيه جانب الأشعري. اكتشفنا إن شيخ الأزهر ما كانش لا مع الأشعارة ولا ضد غلاة الحنابلة الوهابية، وإن العدو الحقيقي في المعركة دي كان هو رسول الإسلام بالنسبة لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. يعني من الآخر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بيقول إن كل خلافاتنا ومعاركنا العقدية لازم تكون مع رسول الإسلام نفسه. وطبعا أي معركة لازم يكون ليها أهداف ولازم يكون ليها دوافع والنتائج، والحلقة دي هنعرف كل ده من خلال كلام شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب نفسه. وخلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي. إنما يعني فطر الإنسان أو يعني الأديان علمته أن حين يدعو الله أن يرفع يديه أو يرفع وجهه، يعني التصور التقليدي عند معظم البشر أن الله فوق، يعني الله في السماء، لأن جهة الفوق هي جهة العلو وهي الجهة الأنسب. أنا اللي مستغرباله إزاي الشيخ الأزهر لما يتسأل سؤال في صلب عقيدته في أهم ركن في دينه ما يقولش إن الإسلام بيقول كده وكده والقرآن قال كذا في سورة كذا. المفروض يتكلم باسم الإسلام الدين اللي بيمثله شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. يعني لما شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يتكلم عن العقيدة الإسلامية يقول الإسلام بيقول كذا، أو يقول كده مش يقول كده، مش يقول مثلا الأديان، بنتفاجئ إنه بيقول الأديان مش الإسلام. وهنشوف يقول إيه تاني في الفيديو اللي جاي. إنما يعني فطر الإنسان أو يعني الأديان علمته أن حين يدعو الله أن يرفع يديه أو يرفع وجهه. وهنا شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيقول إن في أديان غير الإسلام بتراعي الفطرة الإنسانية وتعلم الإنسان العقيدة الصحيحة، والأديان دي إنسانية وأخلاقية. يا ترى إيه الأديان دي يا شيخ الأزهر؟ وإيه هو الأديان دي اللي أنت مبهور بيها؟ يعني شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيتكلم عن إيه؟ البوذية كدين إنساني، يعني بيراعي الفطرة على المستوى الفردي وأخلاقي على المستوى الجمعي. شوفوا معايا بنفسكم الفيديو اللي جاي هقول إيه. وقد تعلمنا في كلية أصول الدين في الأزهر الشريف ونحن ندرس حكماء الشرق أن البوذية دين إنساني وأخلاقي في المقام الأول. شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيقول حاجة خطيرة جدا، بيقول تعلمنا في كلية أصول الدين في الأزهر الشريف. هل أنت شخصيا يا شيخ الأزهر درست الكلام ده في كلية أصول الدين في الأزهر الشريف علشان كده متأثر ببوذا وضد رسول الإسلام؟ وسؤالي للإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب، إزاي في كلية أصول الدين الإسلامي اللي المفروض إنها بتعلم أصول الإسلام بتتعلموا ان البوذية دين اخلاقي وانساني؟ لو افترضنا يا شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب ان ده جزء من دراسة الاديان، فايه العلاقة بين اصول الاسلام اللي بتدرسها كلية اصول الدين في الازهر وبين ان بوذية دين انساني واخلاقي؟ وبعدين ايه معنى في المقام الاول؟ هل معنى ده ان الاسلام دين اخلاقي وانساني في المقام الثاني بعد البوذية؟ عاوزين جواب يا شيخ الأزهر وانتبه هيقول ايه في الفيديو اللي جاي. وان بوذا هذا الحكيم الصامت هو من اكبر الشخصيات في تاريخ الإنسانية، وكان من ابرز صفاته الهدوء والعقلانية وشدة الحنان والعطف والمودة. يعني في كلية اصول الدين الإسلامي الأزهر بيعلم المسلمين ان بوذا ده يعني راجل حكيم وصامت. المشكلة ازاي الناس عرفوا انه حكيم طالما هو صامت مش بيتكلم؟ هل في حكيم بيتكلم يعني بلغة الاشارة مثلا؟ ولا يكونش قصدك يا شيخ الازهر ان بوذا حكيم صامت مش بيتكلم كتير، ولما بيتكلم بيكون كلامه منطقي مترابط مفهوم
مش زي رسول الإسلام اللي بيتكلم في حاجات المفروض إنه ما بيتكلمش فيها. زي ما مقدم البرنامج سألك على سؤال أين الله، وكانت إجابتك اللي هنشوفه في الفيديو اللي جاي. لكن الذات هذا أمر لأنه فوق العقل. لو أردت أن يعني تفكر في الذات أو أن تقرب الذات أو تدخل الذات كموضوع لعقلك، أنت بالضبط كما يعني تريد أن تدخل المحيط في كأس من الكأس يعني. لا يمكن ومستحيل. هو هكذا، هذا سؤال من هذا النوع، لذلك لابد أن يكون السؤال منطقيا. وطبعا السؤال ده كان رسول الإسلام هو اللي سأله، فالشيخ الأزهر راح رد وقال الذات دي فوق مستوى العقل، فمن الحكمة أن الرسول ما يتكلمش فيها ولا حتى يفكر فيها مجرد تفكير. فين حكمتك يا رسول الإسلام؟ ليه ما تبقاش زي حكيم كده، ما تبقاش حكيم وصامت في نفس الوقت زي بوذا؟ وشوفوا هيقول ايه عن بوذا كمان في الفيديو اللي جاي. وكان من ابرز صفاته الهدوء والعقلانية وشدة الحنان والعطف والمودة. من ابرز صفات بوذا الهدوء والعقلانية، يعني استحالة بوذا مثلا يتكلم في موضوع فوق العقل او يتكلم عن حاجة الناس مش بتفهمها. يعني من الاخر بوذا استحالة يغلط نفس غلطة مين؟ رسول الإسلام. وشوفوا الفيديو اللي جاي وهو بيرد على رسول الإسلام في سؤال أين الله، ونشوف مع بعض. لكن الذات هذا أمر لأنه فوق العقل. لو أردت أن يعني تفكر في الذات أو أن تقرب الذات أو تدخل الذات كموضوع لعقلك. شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب بيقول للرسول فين العقلانية في سؤالك يا رسول الله لما تتكلم عن ذات الله اللي هي في الأصل فوق مستوى عقلك وفوق مستوى عقل الناس اللي بتسمعك؟ وبسبب غياب العقلانية عن رسول الإسلام بقى كلامه إيه؟ غير منطقي ومتناقض، زي ما هنشوف في الفيديو اللي جاي، نشوف مع بعض. لا يمكن ومستحيل. هو هكذا، هذا سؤال من هذا النوع، لذلك لابد أن يكون السؤال منطقيا. طبعا الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيتكلم عن السؤال أين الله، ولما يكون رسول الإسلام كلامه عن أهم أصل من أصول الإسلام مش منطقي ومتناقض. خلينا نشوف كمان الفيديو اللي جاي هيقول إيه. إنما تسألني عن موجود فوق المكان، تسألني عنه أين مكانه، هذا التناقض في السؤال أصلا. كأنك يعني حاجة بيضاء تقول لي هذا هذه الحاجة السوداء كيف كذا. لا، أنا ما بطلقش معك منها سؤال بيضاء. طبعا زي ما شفت الشيخ الأزهر بيناقش كلام رسول الإسلام، لأن كلام الرسول سبب الفتنة في العقيدة بين المسلمين، والنتيجة إن رسول الإسلام هيبقى إيه؟ رسول الفتنة، رسول النقمة. رسول الإسلام كان سبب كارثة على الأمة بسبب كلامه المتناقض. فبعض المسلمين فهموه بمعنى، مسلمين تانيين فهموه يعني فهموه بمعنى تاني خالص، فبقيوا إيه؟ يكفروا بعض ويقتلوا بعض. أما عن بوذا نشوف انبهار شيخ الأزهر بيه، وشوفوا معايا الفيديو اللي جاي. وأن كبار مؤرخ الأديان في العالم كله يصفون رسالته بأنها دين الرحمة غير المتناهية. وهنا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيقدم البديل ولكن بحذر شديد، ويقول كبار المؤرخين يصفون رسالة بوذا بأنها رسالة محبة ورحمة غير متناهية. وهنا شيخ الأزهر بيقول يعني ده مش كلامي، ده كلام المؤرخين، يعني ما تفهمونيش غلط. والحقيقة أنا مستغربة إن إمام أكبر مؤسسة دينية لما يتكلم عن سؤال سأله رسول الإسلام يقعد يرد ويحاور ويغلط السؤال، وما يصحش نسأل أين الله، يا رسول الله أنت كلامك غير منطقي وفوق مستوى العقل. ولما يتكلم عن بوذا يقول إن بوذا ده رجل حكيم، كلامه موزون، ورسالته دي رسالة الرحمة غير المتناهية، وكان من أبرز صفاته الهدوء والعقلانية وشدة الحنان والعطف والمودة. وكمان الكارثة إن الأزهر بيدرس الكلام ده عن بوذا في إيه؟ في كلية أصول الدين الإسلامي. يعني يا مسلمين من الآخر الأزهر بيدعوكوا لاتباع بوذا، اتكلوا على الله يا مسلمين، سيبكوا من رسول الله، سيبكم من رسول الإسلام ده واتبعوا بوذا، طالما إن البوذية دي إنساني وأخلاقي في المقام الأول زي ما قال شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب. وتابعوني وألتقي بكم في الحلقة القادمة ونواصل شيخ الأزهر وهو بيدعوكم للبوذية، وإلى اللقاء. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. أنت ترد بعقلك ونقبل
يرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الجن يبقى ولعوبه بين عقول البشر.